الموضوع اللي قلت لكم عنه لما ارتفع العلم في وقت الـ الـ وجود الجيش العدو الغازي، مخيلتي راحت لذاك الوقت في هذه اللحظة. في هذه اللحظة كتبت أبيات بسيطة، منها طبعا سميت القصيدة بيت القرين هو بيت الكويت، لأن كل شرائح الكويت داخلة. شرائح الكويت صحيح. جسدت الوضع هذا كله يعني، والوحدة الوطنية، الوحدة أبناء الكويت كلهم صف واحد سواء في الشدة أو في الرخاء. أي أقول في هذا البيت كانوا كل أهل الكويت، شيعتها وسنتها، بدوها مع حضر أبطال، كان بداخله أبطال لهم موقف يهز جبال، من أهل الصحراء فيهم ناس وفيهم من هل اليامال، فوق السطح في موقف كان هناك ارتفع فيه العلم عالي وصاحوا كلنا نفداك، جن جنون الغازي وصوب على العلم رشاش، يظن لو طيح الراية نب نستسلم وننحاش، نسى أن العلم داخل في قلب كل مواطن عاش، ما بالغ ولا تخيل قلت اللي في قلبي جاش، شوفوا ايش صار حق عامر الشهيد عامر رحمة الله عليه، شوفوا ايش صار حق عامر لمن بالقذيفة انصاب، من دمه رسم لوحة الخريطة ديرته بعجاب، لونها بدم نحرة ومن أحشائه وشعره سوى خضاب، اللي صار مع عامر دليله ما في أي نقاش، أنا والله ما بالغ لما قلت أن العلم في قلب كل مواطن عاش.